المروحة دي شكلها مش نافعة خالص، بس احنا لازم نحاول نصلحها. المروحة دي بقى عطلانة ولازم نصلحها بأي شكل. عايزين نشوف كده هنقدر نعمل فيها ايه. يلا تعالي نصلحها مع بعض يا اختي. اهو والفيشة دي كمان لازم نشوفها نحطها في الكهرباء. استني تعالي بس، انت هتعملي ايه؟ يلا تعالي، عايزين نعملها نصلحها. هنصلح ازاي بقى واحنا ما نعرفش اصلا في الكهرباء ولا نصلح في المراوح دي؟ لا ما تاكليش السلك عشان الكهرباء. يلا يلا بسرعة، يلا عايزين نوصل الكهرباء، عايزين نوصل الكهرباء عشان نجرب. امسكي معايا كده خلينا نصلح. ايه رأيك لو عملنا ده؟ قلبناها شوية من هنا. عايزين نصلحها، عايزين نصلحها ونخلص منها. يلا خلينا نخلص. وبعدين بقى مش هينفع كده، لازم نشوف حل. احنا عايزين اي عدة، شوف لنا اي مفكة كده ولا اي حاجة. رايحة فين؟ بتهرب مني يا جبانة؟ هتسيبيني اعملها لوحدي بتهربي؟ لا انا جيت لك اهو، هنصلحها مع بعض. انا جبت بس مفك وجبت عدة معايا علشان نصلح. هشوف بس السلك بتاع الكهرباء ده. عايزة اريح شوية بقى، انا تعبت كده. بتسيبيني وتمشي؟ سبتيني ومشيتي تاني؟ انا كده والله مش عارفة اعمل فيها حاجة، بس هحاول. بس خايفة ان هي ما تنفعش، شكل المروحة دي مش هتنفع اصلا تشتغل تاني. نحاول بشويش كده وبالراحة، واحدة واحدة. الواحد بس ياخد نفسه كده ويرتاح شوية. انت بتعملي ايه هنا؟ انت بتتفرجي عليا وانا بشتغل؟ سايباني اشتغل لوحدي وقاعدة تتفرجي عليا؟ ينفع كده؟ مفيش احسن من الراحة، لازم نرتاح احسن شوية علشان نعرف نتصرف ونصلحها كويس. يلا تعالي انزلي معايا بقى، انزلي معايا يلا عشان نصلحها. اهو المفك اهو معايا، هنشتغل فيها بسرعة، نخلصها بسرعة مع بعض. يلا اهو انا هبدأ بقى، هظبط كل حاجة فيها تاني واحدة واحدة بالراحة. انا جيت لك اهو، يلا نمسك مع بعض كده. يلا وادي الفيشة تاني اللي انا كل شوية اكلها. اوه الجو حر. يلا امسكي امسكي معايا كده يلا عشان نخلص. فكي اي حاجة، اربطي اي حاجة، اعملي اي حاجة كده خلينا نخلص فيها. رايحة فين انت تاني وسايباني انت كمان؟ المفك وقع، طلعيه طلعيه، طلعي المفك بالراحة عشان افك كويس. وبعدين بقى المفك نزل تحت خالص ومش عارفين نطلعه، لازم حد يساعدنا يطلع لنا المفك. اهو المفك موجود، يلا بقى نتشطر ونصلح الكلام ده. والله انا خايف اصحاب البيت يطردونا من هنا، المروحة هتبوظ ومش هنعرف نعملها، هيمشونا ومش هنعرف نلاقي حتة نقعد فيها.
تعالي بقى يلا صلحي معايا، انا مش هعمل لوحدي. وبعدين بقى لا خليني انا هنا هرتاح شويه كده تاني، لان انا تعبانه، الجو حر قوي وكده، خليني مرحرحه ومريحه نفسي كده، هرتاح شويه وبعدين انزل اشتغل معاك. ده مش كلام ومش اسلوب يعني، عايزين نخلص بقى الموضوع كله. والله انا خايفه ما نعرفش نصلحها تبقى مصيبه سودا. شكل العطل هيزيد والمشكله هتكبر اكتر. يلا تعالي بقى معايا، مش هينفع كده كل حاجه اعملها لوحدي، انا هريح انا كمان شويه، انا جيت لك اهو. يلا يلا خلينا نصلحها بسرعه، يلا بسرعه اديني المفك. يلا بقول لك ايه، هو ده التصليح يعني؟ هنتخانق مع بعض عشان ما مش عارفين نصلحها؟ لا بلاش بلاش نتخانق، احنا اخوات احنا اخوات، بلاش تغور المروحة كلها، احنا اخوات مع بعض، بلاش نتخانق. طب هنتصرف ازاي دلوقتي؟ انت السبب، لا انت السبب، انت اللي بوظت المروحة وما عرفتناش نصلحها، انت، لا انت السبب، انت اللي ما عرفتيش تصلحيها، انت اللي بوظتيها. وبعدين بقى معاكي، مش هينفع كده. شفتي بقى، مش انا قلتلك، قلتلك مش هنعرف نصلحها، وانت تقولي لازم نفكها ونصلحها تاني، هنهرب من البيت ده لازم، كده مش هينفع، صحاب البيت هيعملوا لنا مشكلة. ايوه بوظي فيها اكتر كمان، كسريها، كسري كمان، كسري 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 كسري، اصل كده مش هينفع، هنطرد النهارده، هنمشي من البيت ده النهارده اكيد. خدي بقى خدي خدي، اسمعيش الكلام ليه، مش هينفع، يلا مش هينفع، انت السبب في هنمشي من البيت. بقول لك ايه، يلا نهرب يلا. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.